وبخصوص أزمة منطاد التجسس بين أمريكا والصين، معنا السيد محمد ربيع أستاذ الاقتصاد السياسي وخبير في الشؤون الأمريكية. أهلا وسهلا بكم أستاذ ربيع. أهلا فيك. أهلا وسهلا. مرحبا. إذن أستاذ ربيع، يعني أثار قرار إسقاط المنطاد الصيني انقساما داخل الإدارة الأمريكية بين من كان يريد إسقاط المنطاد فوق الأرض القارية الأمريكية، وبين فريق آخر أصر على أن تكون العملية فوق مياه المحيط. يعني ما دوافع هذا الانقسام، وأي معطيات استطاعت الإدارة الأمريكية إلى حدود الآن تجميعها من خلال عملية استرداد حطام المنطاد في سياق التحقق من استخداماته لأغراض تجسسية؟ أولا، هو الاتهام بأن هذا المنطاد للتجسس جاء قبل معرفة أمريكا بإمكانيات هذا المنطاد، وبالتالي تم إسقاطه دون هذه المعلومات. يعني هو اتهام، ممكن أن يكون اتهام صحيح، لكن أمريكا لم تتأكد من هذا الاتهام قبل أن تقرر إسقاط هذا المنطاد. وسبب إسقاطه فوق البحر لأنه مش عايزين ينزل على الأرض، ربما يكون في مواد سامة وتتسبب في شيء يعني غير عادي في أمريكا. يعني في واحد معانا هو سويدي على ريسيرش جيت، هذا موقع فيه 12 مليون إنسان اللي هم بيكتبوا فيه، وأنا واحد منهم. فقال هل هذا ممكن يكون مثلا أنه بيحمل شيء زي كورونا، وأنه إذا نزل على الأرض بالتالي بيسبب انتشار لمرض جديد، فيروس جديد؟ فهذا كان يعني أسئلة. الشغل الثاني أنه كان تم اتخاذ القرار بإنزال وإسقاط هذا المنطاد قبل ما يقرر بلينكين أنه ما يسافر على الصين ويأجل الاجتماع، لأنه عارفين أن القرار كان اتخذ بإسقاط المنطاد، وبالتالي كانوا بنتظر الوقت المناسب والمكان المناسب حتى أسقطوه. وحتى الآن يعني آخر الأخبار اللي أنا قرأتها أنه ما استطاعوا يجدوا أي شيء حتى الآن أنه ممكن يخبروا فيه، يقولوا نعم هذا كان في أجهزة للتجسس ولا لا. طيب، يعني هناك أستاذ ربيع يعني حديث عن جلسة من المرتقب أن تعقدها لجنة المراقبة الحكومية في الكونغرس بشأن هذه القضية، وخاصة السياء الذي خلفه تردد الإدارة الأمريكية في التعامل مع هذا الحادث، والذي اتهم خلاله أو اتهم خلاله الجمهوريون إدارة بايدن باتخاذها يعني لين غير مقبول تجاه الصين على حد قولها وتعبيرها، رغم قرار إرجاء زيارة وزير الخارجية الأمريكية إلى بكن. كيف ينتظر أن تتفاعل الإدارة الأمريكية مع هذه الاتهامات، وكيف ستسكت هذا الغضب من ترددها في اتخاذ القرار بشأن إسقاط المنطاد والتفاعل مع هذه القضية؟ يعني أولا أيضا لازم نقول إنه المستمع ما بيعرف إنه حصلت مرتين إنه كان في شيء زي هذا المنطاد اللي هو طار فوق أمريكا في وقت عهد ترامب سابقا، وفي السنة الأولى من عهد بايدن أيضا حصل نفس الشيء. إذا لماذا هذا القرار في الوقت الحاضر؟ أنا بعتقد لأنه يعني إمكانيات بايدن أنه يحقق إنجازات في المرحلة السنتين الأخيرة من باقي من وجوده في القصر الأبيض، هذا مشكوك فيها بسبب الجمهوريين سيطروا الآن على الكونغرس. لهذا السبب يريد أن يظهر نفسه بأنه رجل قوي، وأنه قادر على اتخاذ القرار، وأنه يتخذ هذه القرارات لحماية مصالح أمريكا. هذا هو السبب، يعني كلها عملية منافسة. إحنا عندنا الفئة الحاكمة في أمريكا كلها يعني مجموعة من الفاسدين، كل واحد يدور على مصالحه، وبالتالي لا يدور حقيقة على مصالحه الشعب، سواء كان جمهوريين أو ديمقراطيين، كله نفس الشيء. وبالتالي في بعضهم أقل سوءا من الثاني، لأنه ما حدا يعني ما لازم نستعمل كلمة هذا أحسن من الثاني، من هو أقل سوءا من الآخر. هذه هي اللعبة اللي بيلعبوها في داخل أمريكا، واللي بيدفع ثمنها الحقيقة والشعب. نعم. من النهاية مين بيستفيد؟ العسكر بياخذوا يعني سمعة أفضل، وإنهم قاموا بعمل عظيم كأنه يعني شيء تاريخي، وبالتالي الميزانية تبعت وزارة الدفاع بتزيد، واللي بيستفيد منها هم الصناعة العسكرية اللي بالنهاية بيأخذوا كل هذه الفلوس بتصفي في جيبتهم.
يعني بحديثكم عن المؤسسة العسكرية، لكن هناك أيضا اتهامات ل يعني ضعف لهذه المؤسسة في التعامل مع هذه القضية بدخول يعني هذا المنطادين أصلا إلى الأجواء الأمريكية منذ البداية. يعني هنا طرحت نقطة مدى أمن الأجواء الأمريكية باستطاعة يعني هذا المنطاد الدخول إلى الأجواء الأمريكية. يعني هذا بقدروش يعني يمنعوه، اللي بقدر يعملوا انه يسقطوه، وهذا العمل لكن بعد اللي جرى من يوم هذا هو يعني الذي خلق اشكالا. اللي بعتقد انه كانت اداره بايدن مش مقرره انها تسقط ولا لا، واستمعوا للتطمينات الصينيه اللي قالت انه هذا مجرد للابحاث العلميه وما له علاقه في أي عملية تجسس. طيب يعني يعني الجانب الصيني أستاذ ربيع يعني في المقابل انتقد قرار البنتاغون بإسقاط المنطاد، ويعني اتهمت الصين الولايات المتحدة بالمبالغة في رد الفعل وبانتهاك الممارسات الدولية بشكل خطير، وشددت على أنها تحتفظ بحق اتخاذ مزيد من الردود الضرورية. يعني أي ردود قد نشهدها من الجانب الصيني في المقبل من الأيام كرد فعل طبعا على هذا الحادث، وكيف ستتعامل معها الإدارة الأمريكية، ثم أي تأثير للأمر على مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية وتحديدا مستقبل الزيارة التي قال بلينكن إنها فقط مؤجلة إلى بكين بعد هذه التطورات؟ اللي راح يحصل إنه التوتر راح يستمر لفترة أنا بعتقد، لكن الصين ما راح ترد الآن، ستجد وقت مناسب ترد لما تشوف إنه مثلا إنه حدودها أو أي شيء من مصالحها يعني في خطر. وبعدين الصين هي مصدر أساسي لأمريكا، وأمريكا تعتمد على شغلات كثيرة جدا من الصين، وبالتالي يعني ممكن أنه تحرمها من شيء معين إذا أرادت، اللي هي ممكن من الأسرار الموجودة في الصين، فممكن رد على بعض. هذه حرب اقتصادية في الأساس أكثر منها حرب عسكرية، والحرب الاقتصادية هي ما تفعل أمريكا الحقيقة، هي التي تقود هذه الحرب الاقتصادية، لأنها تريد أن تبقى أقوى قوة اقتصادية في العالم وأقوى قوة عسكرية في العالم، وهذا يكلف كثير من الشعوب حرياتها كما حصل بالنسبة للدول العربية وكل الدول التي قامت أمريكا بتحويلها إلى دول فاشلة. مثلا الآن أمريكا تحتل حوالي ربع أو ثلث سوريا وتأخذ كل البترول الموجود في سوريا. هذا الحق من أين جاءت بهذا الحق، أنه حق لها أنها تحتل وتأخذ كل هذا البترول من سوريا؟ هذا هو اللي يعني حرب اقتصادية، وإحنا الآن كلهيتنا ضحايا لهذه الحرب. طيب نشكركم جزيلا على كل هذه التوضيحات وعلى حضوركم معنا. كنت معنا ضيفا السيد محمد ربيع أستاذ الاقتصاد السياسي وخبير في الشؤون الأمريكية، شكرا على حضوركم معنا.